ونحييكم من جديد. على التوازي نعيش في واقع افتراضي، واقع تحركه قواعد الشهرة، ويرتبط النجاح فيه بعدد المشاهدات، ولحصول ذلك كل شيء وارد وممكن حتى الموت. وكذلك هي فكرة التحدي الأخير والمميت على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك هذه المرة، وهو تحدي يقتضي بحبس النفس لمدة كافية تفقد الشخص وعيه أثناء تصويره لنفسه، أو الاستعانة بأداة للخنق. في أمريكا راحت ضحية هذا التحدي طفلتان، إحداهن في سن 8 والأخرى لم تتجاوز 9 سنوات، حيث عثر عليه بقبو منزلها معلقة بحزام من رقبتها وأثناء تصويرها التحدي. وتقول التحقيقات أن طفلتين شاركتا بالتحدي بعدما ظهرت لهما صفحة خوارزميات تقترح على المستخدم مشاهدة فيديوهات وتحديات بحسب فيديوهات فضلها المستخدم أو شاهدها سابقا. وعليه تواجه تيك توك دعوة قضائية بسبب ما اعتبر أنه مسؤوليتها ودورها باقتراح ما يعرف بتحدي التعتيم أو البلاك أوت القاتل على الأطفال. تيك توك وقبل فترة أنكر مسؤوليته عن ترويج هذا التحدي، وذكر أنه زود المنصة بخاصية ربط الأهالي بحسابات أبنائهم لوضع ضوابط على المحتوى الذي يشاهدونه. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من القاهرة الدكتورة أمل رضوان كاتبة وأستاذة علم الاجتماع، أهلا بك. ومن بيروت عمر قصقص صحفي وخبير في مواقع التواصل الاجتماعي، أهلا بكم ضيفي الكريمين. في الواقع نتابع هذا التقرير وهذه الصور ونعيش حالة الصدمة المتكررة. هناك مسابقات لخنق النفس، لمسك التنفس حتى الموت، لكسر الجمجمة، ولا نعلم أين سيصل بنا الوضع؟ سأبدأ معك دكتورة أمل، السؤال العريض، من يتحمل مسؤولية ما نحن فيه اليوم؟ الجميع ليس يعني بالتأكيد تطبيق تيك توك يتحمل جزء كبير من المسؤولية، وكمان الأهل، يعني الأهل والإعلام بيتحملوا جزء كبير من المسؤولية. المفروض يجب يكون في توعية، لأن غالبا اللي بيتعرض لتلك التحديات بيبقوا أطفال صغيرين في السن، مش بيدركوا حجم الخطورة اللي ممكن تقع عليهم، وأحيانا برضو المراهقين. فهنا يجب أن تكون هناك ضوابط لعمل تلك التطبيقات، طبعا مع التوعية اللي بتقوم بها الأهل. وأنا يعني أرى أن الرقابة ليست حجرا على الحريات، لكن أنا لما أعرض حياة الناس للخطر، لا، هنا لابد أن يكون هناك رقابة. ولا يوجد أي عمل في الدنيا لا تحكمه رقابة، الطبيب يعمل تحت رقابة، المؤسسات جميعها تعمل تحت رقابة، المهندس، البنوك، أي عمل في الدنيا، أي يحتاج منظومة إلى في الدنيا رقابة. صحيح، ولكن خلينا نبقى مع نقطة بالضبط، مع نقطة الضوابط التي وضعها تيك توك مثلا. أستاذ عمر وحضرتك خبير في مواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك تقول بأنها فرضت ضوابط ومن بينها ربط هذه الحسابات مع حسابات الآباء والأمهات، هل هذا كاف أو في مقدورها أكثر؟ نعم، أنا بطبيعة الحال برفض رفضا قاطعا اللي قالته الدكتورة أمل، لأن تيك توك ما عنده أي جزء من المسؤولية لسبب، أنا حاعطيها سبب بعشر ثواني. لو تيك توك بيتحمل المسؤولية كان ولا شركة سيارة بالعالم صاحبها منه بالسجن. هتقولي لي شو خص تيك توك بشركة ما السيارة؟ العلاقة خلقت السيارة لحتى خلقت السيارة لحتى نروح فيها على شغلنا ونسافر ونروح نكسر. أنا فيني أخذ هالسيارة وروح على شغلي، وفيني أخذ السيارة وروح كسر فيها أو سافر، فيني أخذ السيارة وروح أدهس 100 شخص. إذا أنا دهزت 100 شخص
بيروحوا بيحبسوا صاحب اللي اخترع السيارة ولا أنا بتحمل المسؤولية. نفس الشيء ينطبق على تيك توك. تيك توك منصة أو السوشيال ميديا، عم بحكي فيسبوك إنستغرام، منصة العالم تنشر محتواها. تيك توك غير مسؤول، هو ليس وسيلة إعلامية إلى ميثاق شرفي وإلى سياسة تحريرية. العالم شو بتنشر بالخير؟ تنشر بالخير، تنشر بالشر، هي صحيح. ولكن سيد عمر هذه المنصات اسمح لي، هذه المنصات على فكرة أصبحت تنافس الإعلام التقليدي. هذه المنصات أصبح يخرج عليها سياسيون ورؤساء دولة. ترامب فيما قبل يقال بأنه تمكن من على الأقل جلب مؤيدي عن طريق تويتر، لن نتحدث عن تويتر، ولكن تيك توك كذلك نفس الشيء. نعم، ولكن صاحب المنصة اخترعت المنصة، اخترعت منصات مواقع التواصل الاجتماعي ليتواصلوا الناس مع بعض ولتقريب المسافات حول العالم، وهن ما بينشروا، يعني تيك توك أو فيسبوك أو انستغرام هن مش منن وسائل إعلام، هن ما بينشروا مادة. افترضنا حديقة العامة، إذا واحد راح أخذ أكلاته وعم يأكل وتسمم، صاحب الحديقة أو الدولة لا تتحمل مسؤولية الأكل، بينما إذا رحت على مطعم إذا تسممت يتحمل مسؤولية المطعم. فبدنا نحط المسؤوليات بحدها. فيسبوك وإنستغرام وتويتر وتيك توك هم ليس وسائل يعني إعلامية، هن وسائل تواصل اجتماعي. أصحاب المحتوى هن بيحطوا الضوابط اللي هي مثلا بيربطوا الاكونت او بيجبروا الاشخاص اللي عمرها تحت 18 سنه يحطوا ضوابط بيربطوا الاكونت باهله. صحيح، ولكنهم يسمحون بنشر هذه الفيديوهات سيد عمر. فقط خليني انقل لك مخاوف العائلات. هم يسمحون بنشر هذه الفيديوهات، وهذه الفيديوهات حتى تصبح ترند ليست بالمره الاولى او الثانيه او الثالثه او الالف او العشره الاف، هناك ارقام مهوله حتى يصبح فيديو كما نسميه ترند. تيك توك لا يتحرك، وهو يرى بأنه نحن أمام لعبة تخص كسر الجمجمة مثلا، هل يعقل ذلك؟ أنا بدي خالفك بشغلتين. أول شغلة بدنا نرجع لحديث لمارك زوكربيرغ صاحب شركة فيسبوك اللي قال لا تستطيع أي تقنية بالعالم أن تتمكن من فلترة المحتوى. ليش؟ لأن في أكثر من مليون فيديو بيطلع كل دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي. شليها عشانك. تيك توك أكثر منصة فيها ضوابط، وبتسألي اللي بيطلعوا لايف على تيك توك. إذا واحد إذا تيك توك باللايف، أي تيك توكر دخن على اللايف بيقفلوا له أكاونته. إذا في برانك مقلب، حدا عم بيعمل سطل المي او شيء، وحدا عطى ريبورت بيقفلوا له اكونته. في الاف الاكونتات تقفلت من وراء المحتوى الضار، ولكن ما في اي تقنيه، ما في سيرفر بالعالم بيقدر يتحمل الضغط نشر الفيديوهات بنسبة 100%. طيب دكتورة امل ساعديني حتى نحاول على الاقل اقناعه بمسؤوليه ولو نسبيه لتيك توك. يعني هناك يعني المثال يعني اللي اعطاه الاستاذ هو مختلف تماما. يعني قائد السياره قد يتعرض لحادث، ده مش معناه ان الشركه المنتجه للسياره هي اللي مخطئه، ده مثال مختلف تماما، المعنى مختلف. لكن هي الفكره في ان انا بحط ضوابط حتى لا اعرض حياه الناس للخطر. ما هو برضو في صانع السياره ده هو بيحط لها ضوابط امان، مش بيحط لها رقابه على القائد، ولكن بيحط قواعد وبيبقى في كتالوج للسياره او لاي جهاز الكتروني او كهربائي، هو ليه كتالوج. فبالتالي أنا برضو أنا مع الرقابة التي لا تعني تقييد الحريات، ولكنها تحمي الآخرين، تحمي حياة الآخرين. التحديات غير إنسانية وغير أخلاقية وغير منطقية. يعني إيه يعني أعرض حياة إنسان للموت؟ أو كتير برضو من الأمور بتبقى على التيك توك غير أخلاقية. وفي برضو كتير من المنصات على التيك توك برضو بناءة وهادفة. أنا يعني مش بهاجم كله، ولكن لابد من وجود معايير وضوابط تمنع حدوث تلك الجرائم، تمنع الانحرافات. هذا ليس تقييدا للحرية، ولكنه حماية لحريات الآخرين وحماية لحياة الآخرين. فهنا المعنى مختلف كتير قوي. يعني أنا مع الرقابة كما هي موجودة في شتى المجالات، ما فيش مجال في الدنيا يعمل دون رقابة ودون ضوابط ومعايير. ولكن ضيف يقول بأن المنصات غير قادرة على أن تضبط الموضوع بنسبة 100%. طيب سيد عمر، هل تعتقد بأن المسؤولية يتحملها من؟ العائلة الصغيرة، المجتمع؟
نعم، بدي بس علق على اللي قالته دكتورة أمل. الضوابط موجودة وأكثر منصة. أنا كتير راديكالي من ناحية هالقصص، لأن أنا يعني قارياً للضوابط بند بند. يعني فينا نحكي بشكل عموم، بس لما نرجع للبند بند، أكثر منصة حاطة ضوابط على الكونتنت تبعها هي تيك توك. بل أكثر من هيك، بكل دولة عندها ضوابط. يعني في دول افترضنا ملتزمة بعض الأحيان، إذا حدا طلع بالحفر بتوقف الأكاونت، إذا حدا طلع رقص بطريقة غريبة بدولة معينة بتوقف له الأكاونت. أكثر منصة لسه فيسبوك وتويتر وإنستغرام ما عندهم ضوابط قدام تيك توك. هاشي لي عشانه، وأنا خقلت إنه حاطين ضوابط، ولكن من يتحمل المسؤولية؟ يتحمل المسؤولية هن الأهل اللي سمحوا لأولادهم يظهروا برات البيت ومعهم سمارت فون عليه إنترنت. بوجود هالتوعية اللي عم نقوم فيها كلنا كناشطين كصحفيين كNGOs، كل العالم عم بتقوم بتوعية. ما تتركوا أولادكم تحت 18 معهم تليفون من دون رقابة، ما تتركوا أولادكم تحت 18 معهم تليفون بلا ما تعرفوا شو فاتح على يوتيوب، على بلاي ستور، على انستا، على فيسبوك، على تويتر، لأن المبتز هو وراء الهاتف. التحدي اللي بيقوم فيه ليقلدوا العالم هي وراء الهاتف. أي شخص عاقل بيترك ابنه تحت 18 سنة عمره 10 سنين معه سمارت فون وعنده أكاونت تيك توك، أي عاقل. برجع بقول الشركة ما دخلها، شركة فاتحة هالمنصة للعالم تنشر محتواها، تنشر اللي بدها إياه ضمن سقوف معينة. ولكن بيجي بقول الأهل ما عليه يظهروا، يروحوا تيك توك يشوفوا، بدهم يتوقعوا تيك توك قبل 5 دقايق إنه هيدا الشخص ممكن يحط شاط على رقبته بده ينتحر. يعني عم بتقول دكتورة أمل لازم يكون في منجم بتيك توك يروح يعرف انه هيدا الشخص بده يفتح لايف وينتحر. طيب بقت لي دقيقة دكتورة أمل، تفضلي للتعليق. نعم، ليس منجما، ولكن هي فكرة وضع ضوابط ومعايير تحكم تلك العملية حتى لا تكون التحديات غير إنسانية وغير منطقية. يعني هي فكرة وضع ضوابط ومعايير. وبعدين هو أكتر تطبيق عليه يعني مخالفات هو تطبيق التيك توك ده، وعليه قضايا كتيرة جدا. يعني سواء كانت القضايا هنا في مصر حصلت كتير من الاتجار بالبشر، قضايا اللي حصلت في مجتمعات كتيرة جدا اللي هي عرضت حياة الناس للخطر. فمع الأسف هو بالفعل مش بنهاجم التطبيق، ولكن نقول مع وضع معايير وضوابط تمنع تلك الجرائم. أنا لما عرض حياة طفل للخطر دي جريمة، وجريمة كبرى، مش جريمة هينة وبسيطة. وهذا لا يعني غياب دور الأهل، بالعكس أنا بأكد على أن الأهل لازم يكون ليهم دور، ودور كبير قوي في توعية أبنائهم في المتابعة والرقابة وتوجيه. وضحت الفكرة، وشكركم جزيل الشكر على الاختلاف الذي بين لنا ووضح لنا نقاطنا عديدة. الدكتورة أمل رضوان كاتبة وأستاذة علم الاجتماع، ومن بيروت عمر قصقص صحفي وخبير في مواقع التواصل الاجتماعي، شكرا لكما. السلام عليكم.